هي أنا أكثر الناس سعادة بالنتيجة التي عرضها الدكتور عماد، نتيجة أبنائنا ذوي البصيرة امتحنوا في المركز، وزي ما الزملاء ذكروا في بداية تطبيق التجربة كان هناك يعني مقاومة عنيفة، إنما الحمد لله يعني اللي بنشوفه النهاردة بيؤكد إن إحنا كنا على صواب لما أخذنا القرار. وأعتقد إن أبنائنا الطلاب نتائجهم طلعت بهذا المستوى المتميز، هم أكتر الناس اللي هيدعموا هذه الفكرة لكي تعمم ولكي تستفيد منها بعض الجامعات المصرية. فيقول الله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى معالي الأستاذ الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة. هذا الإنسان الذي تغلب إنسانيته على إدارته ويدعم كل ما هو جديد، يدعم كل ما يطور الجامعة وكل ما يجعلها في مصاف الجامعات المعتبرة. نتائج حصل الطالب عربي محمد نعمان بقسم الإعلام بكلية الآداب على تقدير امتياز.